الله على الحلاوة. بسم الله. ايه يا حدوتة الدلع ده؟ انا جاي ادوق. الله على الحلاوة. عامل لكم لازانيا باللحمة المفرومة مع صوص الريكفورد. بس ايه حدوتة. يلا بينا. طاسة على النار هنحط مكعبين زبدة. وعندي بصلتين مفرومين هنحطهم على الزبدة. تقليبة حلوة. نحط هنا فصين توم مفرومين. يا لهوي يا دي يا حدوتة. انا عايزك بس تتخيل. عايزك تتخيل كده. البصلايه تبدا تطر بقى هنديها لحمه مفرومه. بسم الله. ودخل بقى كل ده في بعض. ورق لورا وحبهان وارفع دان. نبدا نتبل بقى شويه ملح فلفل اسود. اللحمه بتعشق الفلفل الاسود. اللي احنا نفتح لها ايه الحته الواسعه دي عشان ايه تحب الفلفل الاسود شويه. شويه بابريكا وسنة بهارات لحمة ورشة جوزة الطيب. ودي تقريبا حلوة. اللحمة كده بقى خلاص استوت. هنبدأ نديها معلقة صلصة بيوري. وقلب بقى الصلصة كده مع اللحمة. ايه يا حدوتة الدلع ده. وشوية مية. شوية صغيرين بس. اللي التقليبة حلوة. وعلي النار سيكة بقى. انا عايز المية. شايفين بقى شوية الصوص دول هيتبخروا دلوقتي. بس كده. احنا كده عملنا الصوص منها فيها. بس كده. دلوقتي هنعمل صوص البشاميل. يلا بينا. في حل على نغرقها ايه طبقه لحمه مفرومه. طبقه بشاميل ومكرونه ولحمه. بشاميل ومكرونه ولحمه وهكذا لحد ما تخلص الطاجن. ونغرقها بقى جبنه موتزاريلا. يلا بينا بقى نطلع على الفرن. ودلوقتي هنعمل صوص الريكفورد. مكعب زبده سهل جدا. هنحط معاه شويه كريمه كده على طول. نحط بقى قطعه جبنه من الريكفورد. ونسيح الجبنة مع الزبدة والكريم. بس كده. ادي الصوص خلص. كده الصوص بتاعنا جاهز. واستنوني في حلقات حلوة قوي على موقع مصراوي. كل سنة وانتم طيبين.